في الأزمات الاقتصادية طول الوقت بيظهر نوعين من الناس، نوع اللي بيقدر يتكيف ويعدي الأزمات، ونوع اللي بينتفع من هذه الأزمات، وفي الغالب المنتفعين من الأزمات هم تجار هذه الأزمات. طبعا البيتكوين أو العملات الرقمية هي بقت جزء من الواقع الجديد والواقع الافتراضي، لكن كمان ده لا ينفي أنه في تجار لهذا للمستقبل ده، وتجار بيستغلوا عدم معرفة الناس بتفاصيل إدارة الأمور، قوانين كل دولة بتنص على إيه، وبالتالي العملات الرقمية في بعض البلاد بدأ التعامل بيها على استحياء يعني، وبشكل قليل جدا وفي نطاقات المتخصصين، لكن كمان هي بتشكل مخاطر حقيقية في الاقتصاد العالمي، لأنها في كل بلد ليها قوانينها زي ما قلت لحضراتكم، وبالتالي دولة زي مصر مثلا البنك المركزي بيجرم الإتجار في العملات الرقمية والتعامل بها. احنا محتاجين نفهم، لأنه بالتأكيد في وسطنا هنا ناس عايزين يستثمروا في عملات رقمية، أو شايفين أنها مستقبل استثماري جيد، أو شايفين أن التحديات الاقتصادية ممكن يكون لها منفذ، أو شايفين ناس حققت أرباح حقيقية من الاستثمار في العملات الرقمية. التفاصيل دي لو كانت قريبة أو بعيدة على الأقل نكون فاهمينها وعارفينها. دكتور عصام الجوهري أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي ممكن بقى يوضح لنا كل هذه الأسئلة. مساء الخير عليك يا دكتور، وعذرا أننا خدناك من متابعة الماتش. مرسي يا فندم. مساء الخير يا دكتورة دينا، ازي حضرتك وازي السادة المشاهدين؟ أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بسأل يا دكتور عن الإتجار في العملات الرقمية. أولا قول لنا ايه هي البلاد اللي من الممكن فيها ان شخص يمتلك عملات رقمية ويتعامل بيها، وتعامل ايه شكل التعاملات في العملات الرقمية دلوقتي في الاقتصاد العالمي اولا قبل ما نرجع لتفاصيل التعامل بيها في مصر؟ امريكا سمحت لبعض مكنات الاي تي ام لتداول هذه العملة ضمن شبكة محددة، رجعت بعد كده لغت هذه الماكينات، وبعدين رجعت مره اخرى اجازت في هذه التعاملات، لكن دائما شركات خاصه هي اللي بتقوم على الموضوع لمجموعه من الاشخاص المشتركين في بورصتها اللي هي اونلاين موجوده فقط على الانترنت دون وجود اي غطاء مالي للتداول. يعني تاني، شركه ممكن تعمل مجموعه ماكينات وتوزعها في اكثر من مكان وتتفق مع بعض المتاجر الالكترونيه ان انت ممكن تاخد العمله بتاعتك اللي انت دفعت فيها قيمتها فلوس لهذه الشركه الخاصه، تاخد مقابلها خدمات او سلع من بعض المتاجر الالكترونيه. تمام. لكن هل ده نظام كامل جوه امريكا؟ لا لا. هل وزي ما حضرتك بتقول بيطبق بشكل مرتبك يعني؟ بنجرب ونرجع في كلامنا. صحيح. طبعا للاكثر من سبب، ملهاش مخزن قيمه، مفيش لها حاجه مساويه من الذهب او من الاراضي او من اي شيء، ملهاش اي قوانين بتنظمها لا على مستوى العالم ولا جوه امريكا نفسها. كل بنوك العالم حتى هذه اللحظه بتحظر تداول العملات الرقميه او الالكترونيه. وبعدين يعني خلينا نفكر مع بعض في اللحظه، اذا كان الاتجار في العمله الحقيقيه محظور وفي خطر وفي مشكله، احنا ازاي بنحول عمله رقميه للتجاره؟ طيب البعض هيقول لحضرتك ده استثمار، انا بدفع قيمه حاجه، سميها خدمه سميها حاجه فيرتشوال او غير موجوده، بس انا بدفع قيمتها وبستثمر وبنتظر لما سعرها يعلى. هل ده حقيقي؟ والله يا فندم اللي رايح يغامر مغامر في حاجه يدفع فلوس لموقع على الانترنت هو مش عارفه ولا شايفه ولا يعرف مين اللي وراه، ويقول له انا ملكتك بيتكوين او اي اكس من اسماء العملات الرقميه، هو مسؤول عن مغامرته دي. انت لا بتتعامل مع حاجه معروفه ولا قانون بيحمي لك فلوسك ولا في حمايه للمستهلك اللي هو حضرتك ولا اي حاجه خالص. ايه ما هذا الاستثمار اللي انا هروح له؟ تشتري شقه، تشتري ارض، تحطه في بنك عندك الصوت دكتور عصام. طيب هنحاول نتواصل مع دكتور عصام مره ثانيه، لكن الكلام اللي بيقول دكتور عصام يعني ده يخص مصر بالمناسبة، وكلام خطير ومهم. متأكدة ان كتير قوي من اللي بيسمعونا هيقول لك لا لا، انتوا مش عارفين ده في ناس عملت مليارات. في ناس عملت مليارات، لكن ماذا لو؟ يعني لازم وانت بتقرر تستثمر هذه المليارات تبقى عارف ازاي تسترجعها. وزي ما دكتور عصام لمح كده وقال انه في امريكا بتطبق وترجع تتغير النظم، فما فيش نظام ثابت، اللي قادر على هذه المغامرة هو قدها، لكن في مصر بقى
قولا واحدا هي مجرمة، التجارة في العملة الإلكترونية مجرمة، وهي تقع تحت طائلة الجرائم الإتجار في سلع وهمية ما زالت في مصر. احنا محتاجين نفهم التفصيلة دي، وضع العملة الرقمية في مصر ايه. دكتور عصام رجع معانا على التليفون، اهلا بحضرتك مرة تانية. بسأل يا دكتور عن الوضع في مصر، احنا بحسب ما احنا فاهمين كده انه البنك المركزي بيجرم التعامل بهذه العملة، بمعنى ايه؟ يعني ايه؟ يعني هل انا متأكدة ان في مصر كتير من يروجوها، بس قول لنا بس القصة وراء هذا التجريم. بيجرم التعامل على العملات الرقميه، واحنا بننصح ان هذا القانون كمان او يبقى في قانون اخر لكمان اللي يروج ليه. انا ما ينفعش يبقى في محتوى على الانترنت سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او ايا كانت منصات التواصل الاجتماعي ان ناس تروج اليه بحكم انهم مشاهير. ما ينفعش حضرتك بكره اعلاميه مشهوره تطلعي تتكلمي عن البيتكوين وتقولي للناس استثمروا فيها. لا ده غلط. يعني لازم طائلة القانون كمان تصل لهذا التأويج، لأن في كتير من اللي بيقدموا محتوى بيسمحهم ملايين. وإحنا بالمناسبة إحنا عندنا قضية كبيرة جدا في موضوع المحتوى. طب. عندنا قضية كبيرة جدا في السوشيال ميديا. القضيتين دول كمان مرتبطين بأمننا القومي، عشان كده دول كلهم جوه منظومة المفروض نفكر فيها كمجتمع اسمها التنمية الرقمية. ممنوع حد يروج. القانون الحالي ما بيتكلمش عن الترويج، بيتكلم عن التداول. بالظبط. لكن أعتقد ان احنا عندنا من الحلول القانونيه او بعض القوانين اللي ممكن تربط ما بين الترويج عموما لاي عمل شاذ. لكن يعني لكن قولا واحدا بعض اللي بيقوموا بالاعمال المحتوى بيروجوا ليها، دول مدفوع لهم فلوس. لا ده موضوع تاني يا دكتور. ده موضوع تاني يا دكتور. لكن قولا واحدا الترويج الاتجار في العمله الالكترونيه جريمه في القانون المصري. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عصام الجوهري، استاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي.